مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده. زي ما تعودتوا يوم الاربعاء عم نطل عليكم انا والشيف بندر لحتى ندردش احنا وياكم خلال هالساعه اللي احنا بنكون فيها مباشره معكم على الهواء، وكمان لحتى نقدم لكم وصفات حلوه وهيك لذيذه ومناسبه لهي الاجواء. بس اليوم حسيتها مش كثير مناسبه لانه حاطين لي الفرن كامل جنبي، عم بحكي للشيف ابصر شو بده يعمل لنا اليوم بهذا الفرن. خلينا نشوف شو اخبارك يا شيف. الله يطول عمرك، شو اخبارك؟ تمام منيح. عاش من شافك، خلص من الاسبوع لاسبوع، اسبوع لاسبوع طويله. احكي لنا شو محضر لنا اليوم. والله اليوم عاملين اشياء كثير زاكيه صراحه وطيبه للامانه. حلو. اول شيء يسعد مساكم اولا. عاملين اليوم اوزي مع دجاجه هيك مشويه بالفرن محمره ومقمره على كيفك. حلو. وعاملين المفاجاه اللي هي صينيه محيره كنافه على اصولها. هون بالاستوديو لايف. هون. حلو، يعني لازم تضلكم متابعينا من هون لساعة 1:30 لحتى تشوفوا هالوصفات كيف رح نحضر لكم اياها. مش عارفة اذا هو مبين معنا، بس لا مش كتير مبين، رح نفرجيكم التفاصيل كلياتها خلال هاي الحلقة. احنا اكيد معكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، وكمان على عمان تي في اوفيشل. اذا عندكم اي اسئلة اي استفسارات وكمان اي وصفات حابين نحضر لكم اياها للحلقات الجاي كمان ابعثوا لنا عشان شيف بندر يحضر لنا اياهم. طيب بايش اول شيء بدنا نبلش؟ نبلش بالاوزي. بالاوزي مبدئيا. اوكي يلا ناخذ المقادير ونرجع لنطبقهم مع بعض. للاوزي باللحمه رح نحتاج لبصل مفروم، قرفة عيدان، ورق غار، هيل حب، لحمه مفرومه، زيت شعبان، جزر مقطع، بازيلا، ومرقه لحمه. كمان رح نحتاج لرز تايجر بسمتي، لوز وصنوبر للتزيين. اما البهارات فرح نحتاج لملح، فلفل اسود، كركم، هيل مطحون، قرفه مطحونه، بهارات مشكله، وجوزه الطيب. شفنا المكونات والمقادير لأول وصفة، خلينا نشوف كيف طريقة التطبيق مع الشيف بندر. شو يا شيف؟ أمورنا تمام. بشو بدنا نبلش؟ نبلش بالأوزي. أنا بلشت بالرز عشان أسوي الرز. أوكي. مبدئيا أنا حطيت بطنجرة كبيرة شوية زيت زيتون. حلو. مع شوية بصل مهروس أو مش مهروس، خليني أحكي، مقطع ناعم. نعم. وحطيت معه كم عود قرفة، شوي ورقتين غار، وكم حبة هيل. أوكي. بدي ادبلهم شوي مع بعض قبل ما يصير عندي الخليط جاهز. تمام. بعد هيك راح انزل عليهم اللحمه. لحمه طبعا مش جاهزه عندي، لحمه نيه، بدي انزلها استويها على النار. اوكي، انت مستخدم لحمه عجل ولا خروف؟ خروف للامان. خروف. انا بحب استعمل لحمه خروف صراحه. تمام. ما بحب استعمل لحمه العجل. العجل. نعم. اوكي. هلا هيك راح نستنى شوي على البصل قبل ما يتحمر عندي ويدبل شوي، بعدين بننزل اللحمه عليها. تمام. فانا حابب اكسب شويه وقت صراحه. وايش تعمل؟ وابلش بالجاج. يلا عشان راح ياخذ وقت بالفرن. منبلش بالجاج. يلا انت سيح. ايش مختار اليوم؟ جاج من العز. جاجه كامله. طيب بس هاي لها وصفه ومقادير لحالها طبعا. فيلا خلينا نشوفها ونرجع لنطبقها. للجاج المشوي بالفرن رح نحتاج لجاجه كامله من العز، زيت شعبان، قرفه، هيل، بهارات مشكله، وكركم. شفنا المكونات والمقادير للجاج اللي بالفرن، بس خلينا هلا نشوف كيف طريقه التطبيق. هلا في ناس بحشوا حتى الاوزي جوا الجاج. 100%. احنا رح نعمل هيك اليوم ولا لا؟ والله لا. لا اوكي، بدنا نعمل الجاج لحالها. خليها تلح تستوي. بدكم نسويها، انا عامل وحده للامانه، عاملها هي حاططها بالفرن. ما بنحضر هاي، بدكم نحشيها بنحشيها، ما عندنا مشكله. مش مشكله، نورجي الناس. تمام. بس اهم شيء اذا بدنا نحشي الجاج لازم الجاجه رز، لازم الرز يكون يعني ثلث ارباع استوى. أوكي. مش مستوي على الاخر ولا مش مستوي. تمام. ثلث ارباع استوى. اوكي. فانا عندي بهارات صراحه، بدي اجيب معلقه بس. عندي كركم، البهارات اللي كتبناها كلها. شويه كركم ما نكتر عشان اللون. هذا عندي شويه قرفه برضه ما بنكتر عشان ما تمرمر صراحه. وشويه ملح
طبعا احنا مستخدمين الملح من الكسيح. كسيح طبعا، ما في مجال بهذا الحكي. وشويه فلفل اسود، وراح ادبلهم مع بعض مع شويه بهارات مشكله وشويه هيل، راح احط عليهم شويه زيت زيتون مع بعض، اخلطهم عشان يعطيني كل الطعم، واحطهم ادهن فيهم الدجاجه بتاعتنا. حلو. احنا بما انه قاعدين عم نحكي عن الدجاج وعن الحشي للدجاجه، هلا في كمان عند العز فكره كثير حلوه كمان منزلينها، هي مش جديده بس يمكن جديده لكثير من الاشخاص اللي عم بيحضرونا وعم بيسمعونا هلا، اللي هي الدجاجه مسحبه من العظم، بتكون دجاجه كامله وما بيكون فيها عظم. فاذا انتم بتكون تستخدموها للحشي رح تقدروا انكم تحشوها بكميه اكثر من الرز، من الدجاجه اللي بيكون فيها عظم. فانتم بتقدروا انكم تجيبوا يا اما الدجاجه اللي بعظمها او الدجاجه اللي من دون عظم، او اذا حابين انكم انتم تعملوا نفس الخلطه، خلطه البهارات، وتعملوها بس وتكون يعني الدجاجه مقطعه، ممكن انكم تستخدموا الصدور، ممكن تستخدموا الافخاد، او ممكن تستخدموها وهي مقطعه. فاللي انتم بدكم اياه كلياته بتلاقوه موجود عند العز، عندهم افرع كثيره، او بتقدروا كمان تطلبوا الدجاج من عندهم عن طريق الابلكيشن تبعهم 100%. هاي الدجاجه عندنا الحلوه. طبعا معلومه ضروريه جدا، الدجاج ما بنغسل، لانه الدجاج اذا انغسل راح تطلع كل البكتيريا عليه، راح يصير مضر مش صحي لي. فاول ما نفتحه من الكيس الدجاج بس بورقتين فاين بننشف المي اللي عليه وخلصنا. أوكي. هيك الدجاج تمام. اذا بدكم تسلقوه اسلقوه ما عندكم مشكله، واذا بدكم تحطوه بالفرن برضه ما عندكم مشكله. ممتاز. بس الدجاج ما بنغسل. اوكي. ولما يكون احنا بدنا نحط عليه البهارات او بدنا نحط عليه صوص، يفضل انه احنا نخلي الجلده. الجلده بتعطي طعم زاكي صراحه، وبتعطي قرمشه زاكي للدجاج. اوكي. انا بحب الجلده صراحه. اوكي. يعني بتعطي طعم كثير حلو للدجاج. هاي البهارات عندي، راح امسح الدجاجه زي هيك. شوفوا محلى لونها، هلا لسه بدنا نشوفها بعد التحمير اللون الحلو. هاي ما في مجال بهذا الحكي. طيب بدنا نرجع نذكر كل الاشخاص انه احنا معكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، وكمان على عمان تي في اوفيشال. اذا عندكم اي اسئله اي استفسارات ابعثوا لنا اياهم، رح احاول قد ما بقدر اقرا من التعليقات اللي رح توصلنا. طيب في عنا محمد عم بحكي يعطيكم الف عافيه، وشاف مش مصدقين وانت تبلش بالكنافه. لسه طولوا بالكم. لسه 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 خليها لاخر شيء عشان تضلكم متابعينا. وفي عنا كمان انشراح عم تحكي يعطيكم الف عافيه. وفي عنا كمان كنان عم بيقول يعطيكم العافيه شيف بندر ابدعت، وعم نستنى الكنافه بالنتيجه النهائيه لإلها. بامركم شو موضوع الكنافه جاب معنا. خليكم معنا متحمسين، الكل متحمس للكنافه. في عنا عم بيقولوا لك كمان بدنا الكنافه الاصابع، هاي حكينا نعملها كمان نسويها، نسوي لكم خلص وعد الحلقه الجاي. بس تمسكوا ورقه وقلم يعني عشان تعرفوا المقادير على الصح على التمام. صعب الامور يعني مش صعبه بس بدها معلم. بدها شغل. بدها شغل. طيب وانت ايش بدك تستخدم ورق الزبده لايش؟ ورق الزبده انا دائما بحب استعمل عشان ما ينحرق الدجاج صراحه. راح احط ورقه زبده. وراح احط الومنيوم فويل برضو عليها فوقها. ممتاز. بس ورق الزبده عشان احافظ على طراوه الدجاج صراحه. وما تنحرق عندي من ورق الفويل. اوكي. وطبعا احنا اكيد ورق الفويل وورق الزبده بنستخدمهم من فيوتشر. هلا انتوا كلياتكم متعودين على فيوتشر، موجودين بالمقابلين. اي شيء انتوا بدكم اياه من الديسبوزابلز، سواء كانت صحون سواء كانت كاسات، حتى في عندهم علب بتقدروا انكم تخلوا فيها الاكل، واذا كمان بدكم تنقلوا الاكل محل لمحل، او بدكم تخلوه بالثلاجه بدكم تاخذوه معكم على الشغل، او كمان بتقدروا تستخدموا من عندهم ورق الزبده وورق الفويل باكثر من حجم. 100%. هاي صار الدجاجة صارت عندنا تمام امورها. ممتاز. راح ندخلها على الفرن. طيب قد ايه بدها وقت تقريبا بالفرن؟ يعني بدها ساعة لساعة وربع ستي. ممتاز. من ساعة لساعة وربع. نعم. اوكي. عم بطلبوا منك كمان تعمل لنا لازانيا. حاضر امركم. لا وبعدين اسمع محمود شو بحكي، بدنا كنافة على الحطب. يعني احنا اليوم عاملين لكم كنافة، وجايبين لكم يعني يعني مش عارفة شو بدي احكي لكم عنه، بس الحطب صعب شوي انه نجيبه على الاستوديو. هذا غاز، هذا غاز. خلينا على الغاز الكبير اليوم، وان شاء الله بتطلع الامور تمام. بس خليكم على الحطب شغل رحل. صح. ليش شغل استديو يا عمي؟ صح صح. احنا شوي اتيكيت هون يعني. خلينا شوي. خلينا بلاش ولا الاستديو كله. تكتكين. طيب نرجع للاوزي.
نرجع للأوزي، تحمر عندي، دبل البصل عندي، نزلت عليه اللحمة. أوكي. طبعاً النار لازم تكون حامية. تمام. دبلتهم مع بعض، هلأ راح أخلي اللحمة لتستوي، مش تماماً، يعني خليني أحكي نص استوى لثلاث أرباع استوى، راح أنزل عليهم البازيلا والجزر وأحط عليها البهارات الصحيحة اللي إحنا حطيناها بالشاشة. أوكي. بعد هيك نرجع نكمل. ممتاز. إحنا رح نطلع لفاصل صغير، من بعد الفاصل نرجع لنكمل معاكم خطوة بخطوة، خليكم معنا. رجعنا لكم لنكمل معاكم باقي وصفاتنا. اكيد بدنا نرحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا، ونذكركم ان احنا معاكم لايف عبر صفحاتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، وكمان على عمان تي في اوفيشال. هلا بدنا نرجع للشيف بندر ويحكي لنا ايش عم بيعمل. انا كنت بغني والله، انا مش عارف انه رجعنا ما لقيتك الا بتحكي، انا مش فاهم وين انا. لا بتطلع علي بفكرني اني انا يعني يعني ايش في. لا احنا هلا عن جد هوا وبدنا نرجع للوصفات، بعدين بنرجع بنكمل غنى. احكي لنا شو صار بوصفه الاوزي. هلا للاوزي ستي، انا حطيت البهارات الصحيحه وحطيت البازيلا والجزر على اللحمه. اوكي. ضفت لهم، عليت النار عليهم شوي وضفت لهم مرقه لحمه. حلو. اخليها تغلى شوي، تعقد مع بعض، تتسبك، تعشق كل البهارات. ممتاز. عشان انزل الرز. أوكي. هلا لعيار الرز، انا استعملت مرقه لحمه مش مي، تقدر تستعملوا مي، تقدر تستعملوا مرقه دجاج ما بيأثر. تمام. للرز كل كاسه رز كاسه ونص مي. اوكي. انت مستخدم رز حبه طويل. اوكي. رز التايجر البسمتي 100%. اوكي. حبه طويله. لكل كاسة رز كاسة ونص مي. ممتاز. عشان نكون متفقين على هذا الحكي. حلو. ونقع الرز على الأقل عشان يطلع معكم الحبة واقفة وزي الشعرية يكون معكم 100% ولا غلطة، لازم تنقعوا أقل إشي ساعة. أقل إشي ساعة. أوكي. عشان يعني ينتقع مزبوط وكل حبة رز تشرب المي اللي فيها وتطلع 100%. أوكي. ينقع كل النشا اللي فيه. ممتاز. هلأ راح أخلي أنا المرأة صراحة تغلي شوي قبل ما انزل الرز عليها ونبلش بصديق الجميع. أيوة. صدر الكنافة. صدر الكنافه اللي الكل عم يستناه من بداية حلقة على نار. طيب بس قبل ما نبلش بدي اقرأ لك شوي من التعليقات. يلا. عم بيحكوا لك شيف بدنا اياك تعمل لنا الهريسة. هريسة سهلة، حاضرين هريسة. اوكي. وفي عندنا كمان عم بطلبوا منك تعمل لنا وصفات إيطالية، وفي عنا كمان أم مصطفى عم تحكي يعطيكم ألف عافية. يلا أنت بدنا نبلش بالكنافة. يلا قربنا. حاضر. أمري. لسه الحلقة بدايتها، طولوا بالكم. أوكي. وفي عنا كمان سؤال من أم محمود عم بتقول قديه لازم نحط وقت للجاجة بالفرن. حكينا من ساعة لساعة وربع على درجة حرارة 150 لـ180. أوكي تمام. طيب بدك ناخذ المكونات والمقادير للكنافه ولا شو؟ زي ما بدك. يلا خلص نقدر نخجلهم اكثر. خلينا نشوف. للكنافه المحيره رح نحتاج لعجينه كنافه ناعمه وخشنه، جبنه وقطر. يلا كلياتنا عم نستنى هاي اللحظة اللي نبلش فيها نعمل الكنافة. انت جايب لنا واحدة جاهزة. اه. اوكي. اه. جايب. أيوة. واحدة جاهزة. أوه. اكيد هذا ما. أوه. وهل يخلى الامر يعني. عم بحرقسكم بزيادة. ايوة. واحدة جاهزة. طبعا صدر نحاس. عيني. كيفكم؟ جلتان محطوط عليه فستق حلبي. الله. اموركم ممتازه. ممتازه الامور. هذا ما راح نمسكه هلا عشان اللي بقول لك هلا بلشنا. ها. بدنا نورجي الناس كيف بدها تتسوى. طبعا احنا بنعملها معاكم خطوه بخطوه عشان تعملوها انتم بالبيت.
طبعا هاي جاهزه متجهزه للاكل، جاهزه يعني بس عشان تنحط على النار، يعني بس للعلم هذا الحكي. اه طبعا هلا بدنا نعملهم كمان وحده ثانيه عشان الناس ما تفكر انها جاهزه للاكل هيك، بس هاي عشان ما نولع احنا هلا بس نحطها. لا ما عليك. اوكي هلا صدر الكنافه، الكنافه أيوة. او بشكل عام هلا ملعبه الا بده يعني من هون لاخر الحلقه رح يضل يحكي لنا عن الكنافه. مش هيك بدهم الناس؟ طبعا خلصنا. خلص يلا هينا معك من هون للوحده ونص معك. هلا للكنافه صدر نحاس. حلو ده ضروري، يعني بديش احكي ضروري واصعبها على الناس، بس يعني اصول الكنافه، الاصول انشغلت الكنافه على صدر نحاس. اوكي ليش صدر نحاس؟ عشان صدر النحاس طارد للحرارة، بوزع حرارة بكل الجوانب، بحافظ على درجة حرارته، بيطول ليبرد، عشان هيك كل هاي العوامل بتساعدنا عشان تطلع معنا الكنافة صحيحة. حلو. الكنافة أسهل إشي بالعالم جد، كثير سهل للي بتعود عليه وبتاخد إيده عليه جد، يعني أسهل من الطبخة بتصير. أوف عن جد؟ والله يعني عجين جاهز، جبنة جاهزة، بس اختاروا الجبنة الصحيحة، السمنة الصحيحة، بس هاي الأمور بتطلع معاكم أضبط كنافة بالعالم. حلو. والنحاس بيستخدم للمحيرة، للخشنة وللناعمة، لكل شيء. للناعمة والمحيرة. الخشنة بتقدروا تستخدموه صدر نحاس إلها، بس أنا ما بفضل، يعني ما ضلش حدا يشتغل على صدر نحاس. أوكي. كله صدر ألمنيوم صاروا يستعملوه الأيام هاي. تمام. الكنافة. اي نوع سمنه بدكم اياه ما عندي مشكله فيه نهائيا. عندي سمنه بلديه، عندي سمنه حلوب، عندي سمنه بلديه، عندي سمنه غزال، زبده ما عندي مشكله، زبده لا، سمنه بنكهه زبده لا، لا اي شيء زبده لا. اوكي بس ليش لا زبده؟ الزبده ما بتفتح العجين، ما بتخلي العجين يفتح، ما باخذ راحته على النار، بيطلع لكش العجين زي ما بدك. أوكي. يعني احنا كيف لما يفتح الرز عندنا بنعرف انه الرز هذا منيح ولا عاطل؟ زي هيك. أوكي. الزبده ما بصير تنحط على العجين لانه ما بيقدر يفتح العجين بالزبده. حلو. بده سمنه. ممتاز. وانتو وعززوها بالسمنه. يعني مش كثير. لا بس يعني انت اليوم هذا الصدر جاي بوقته لانه امبارح خلصوا توجيهي. هذا حلوان. فيعني هذا حلوان كل طلاب التوجيهي انكم خلصتوا امتحانات، وان شاء الله كمان يعني بنرجع بنعمل لكم كمان صدر وقت النتائج، بس بدنا اياكم كمان تشاركوا معنا على صفحاتنا على الفيسبوك وتحكوا لنا شو الاوضاع، كيف توقعاتكم للنتائج، كيف كانت الامتحانات بشكل عام، اذا عندكم ناس توجيهي بالبيت او ما عندكم ناس توجيهي بالبيت. فيلا بما انه اجينا للكنافه فهلا صار وقت نحكي بالتوجيهي. توجيهي. عندكم حدا توجيهي؟ والله عندي ابن خالي. اوه ادعوا له يا عمي. يلا ان شاء الله يا رب. الله ادعوا له. يا رب يا رب. طيب اول شيء هلا لصدر الكنافه حطينا السمنه. تمام. انا خالط سمنه بلديه مع سمنه حيوانيه. حلو. نص بنص، بس البلديه بفضل اكثر تكون. تمام. عشان تعطينا النكهه الزاكيه. ما بكتر كثير عشان ما تتقل، تصير طعم تعطيني طعم ثقيل. ثقيله. اوكي. نعم. هلا شايفين هاد؟ هذا الاشي شو هاد؟ هذا كركم. بدك تحطه مع هذا كركم عشان يعطينا اللون اللي بدنا اياه. بلا تحكي لي صبغه، بلا مش صبغه، هذا موضوع الصبغات ما بزبط، ما بزبط. حلو، على القليله هيك بنخلي الكنافه شوي تصير مفيده. هلا الكنافه جد انا مش عشان بيع كنافه نهائيا، بس الكنافه ما فيها اشي مضر. اوكي سمنه بلديه اوكي مش مضره. اوكي يعني اذا بدنا نروح على السمنه النباتيه هي المضره بالموضوع بتكون. تمام. بس السمنه البلديه ما فيها شيء مضر. اوكي بعدين كمل. عجين من ايش يتكون العجين؟ من ايه؟ طحين، مي، ايش هذا طبيعي ولا شايف؟ طيب انا بس لك ما بقدر عليه. كمل كمل كمل. بعدين الجبنه. جبنه، جبنه غنم، جبنه بقر، شو هي الجبنه؟ طيب بروتين ولا إشي الجبنة؟ العجين كاربس، يعني إيش الموضوع؟ إيش ال ممتاز، يعني كل إشي بالجبن موجود. وإحنا نتحكم بكمية القطر اللي إحنا منضيفها. قطر بدكم تاكلوها بقطر؟ بلا قطر لازم قطر، بس بلا قطر بتقدروا تاكلوها، بقطر دايت بتقدروا تاكلوها، بإيش بدكم تقدروا تاكلوها. ممتاز، فإحنا اليوم عاملين لكم كنافة صحية. لا هاي عنا هلأ السمنة ستي، خلطنا نوعين السمنة، هلأ بدنا نحركهم منيح ونحرك الكركم منيح. اوكي عشان كل الكركم يدوب معي.
ما يضلش. الكركم الحلو انه ما بيعطي طعمه، فالناس اللي بتفكر انه يعني ممكن انه يعطي طعم او يغير الطعمه، هو ما له طعم نهائي. منكتر. بالضبط. ما احنا منكتر. بس للون، بس شويه لون بدل ما نحط اي ملونات. 100%. اوكي، شايفين كيف داب عندنا كل الكركم واعطاني قوام سمنه جميل. حلو. طيب في عنا كمان بسمة عم تحكي يعطيكم ألف عافية، شيف بدنا إياك تعمل لنا أم علي. أم علي هي طبخة. إحنا بدنا أشياء أصعب، بدنا أشياء هيك تقيلة. أحس حالي بطبخ. أيوة، يحس حاله بيطبخ الشيف. أم علي بسيطة. أسهل شغلة أم علي. فركنا السمنة وزعناها بالتساوي. تمام. السمنة زي ما أنتوا شايفين عنا هي. هل راح نرش رشة سنوبر. طبعا هذا سنوبر بس للغوالي بيطلع. والله مش لمين مكان. السنوبر هلا الكنافة اصولها ما بيطلع فيها سنوبر للأمانة، اكون معك صريح. اوكي. بس اليوم جديد السنوبر، اذا بنجرب على الكنافة بيطلع كثير زاكي. هلا هو غالي، انا معاكم بيزبط بدونه نهائيا، لانه اصل الكنافة بدون سنوبر. صح. احنا بنحط السنوبر عشان يعطينا شوية قرشة، طعم زاكي بس. مش اكتر من هيك. طيب تمام. سنوبر ني مش محمص نهائيا، لانه راح يتحمص هلأ على النار وياخد وجه حلو ولون حلو على النار. ممتاز. فانا مش بحاجة اني احمص السنوبر نهائيا. اوكي، بس قبل ما نكمل الكنافة، انا خايفة على الجاج اللي عم تتحمر. ما عليك، امور تمام. تمام. اسفيني. نرجع للكنافه. هلا بدنا نرجع للكنافه، بدنا نخلط العجين مع بعضه. بس شو رايكم نطلع فاصل؟ اوكي، قبل ما نخلط العجين. طيب بس خليني اقرا لهم شويه تعليقات قبل ما نطلع للفاصل. يلا. في عندنا محمود كمان عم بحكي بدنا رز بحليب مع قرفه. رز بحليب مع قرفه امره. اوكي، وبدنا كمان الكنافه الرملويه، عم بتقول لك ايمان. حاضر زاكي. أوكي. حاضر. وفي عنا كمان أم آدم عم بتقول يعطيكم العافية، ما في أسكى من الكنافة بهالأجواء وبوقت التخريج. مزبوط هذا الوقت. في عنا أم أكرم كمان عم بتقول يعطيك العافية شيف، بدنا إياك تعمل لنا كيكة الشموة وكيكة التفاح. كيكة إيش عفوا؟ الشموة. الشموة. حاضر. وكيكة التفاح. أمرك. حاضر. اوكي، وفي عندنا كمان ام فيصل عم تحكي يعطيكم الف عافيه، بدنا الكنافه الخشنه. احنا عملنا الكنافه الخشنه، عملنا الكنافه الناعمه، اليوم حبينا نعملكم اياها محيره. هيك جعبنا نغير. بس بالضبط، بس بدنا اياكم كمان اذا راحت عليكم لوس وما شفتوا الحلقه وما حضرتوها، بتقدروا ترجعوا تفتحوا على قناتنا على اليوتيوب وترجعوا تكتبوا بس بهار ونار كنافه ناعمه، كنافه خشنه، اي وصفه انتم بدكم ترجعوا لها بتقدروا ترجعوا لها باي وقت على قناتنا على اليوتيوب. طيب احنا لسه معنا وقت للفاصل، معك 8 دقائق، فانت بتقدر تاخذ راحتك قبل ما تطلع فاصل. عمرك. انا راح اخذ راحتي. اوكي، وفي كمان بدنا نذكركم ان احنا معكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك، بدنا اياكم تحكوا لنا عندكم طلاب توجيهي ولا ما عندكم طلاب توجيهي، اذا عندكم طلاب توجيهي كيف قدموا بامتحانات التوجيهي وقديش متوقعين انهم يجيبوا معدلات، شاركوا معنا. واكيد اذا عندكم اي وصفات حابين نحضر لكم اياها كمان بالحلقات الجاي، كمان شيف بندر جاهز لحضر لكم اياها. انا جاهز. اوكي، في عنا حنان عم بتقول يعطيكم العافيه، نحن عنا ابن اختي توجيهي، ان شاء الله انه يطلع مزبط زي ما عم بيحكي. هذا الموضوع على فكره لازم نحكي فيه. هذا الموضوع الطلاب اللي بيطلع بيقولوا انه احنا مزبطين وبيطلع بالاخر يدوب على الحفه. هذا انا، هذا انا احكي عن حالي. هذا انا لسه جاي اسالك، انت كيف كنت بالمدرسه؟ دريس ولا مش دريس ولا زي ما بدك واجبك؟ ماشي، من هذا الجواب واضح انه هو ابعد شيء عن الدراسه. انا بني ادم ما بحب الدراسه. ايوه، خصوصا دراسه المدرسه كانت بالنسبه لي عقدة. عقدة نفسية، عقدة يعني بحياتي ما شفت هيك عقدة. بس أنا حسيتك فاجأتهم بالتوجيهي. أنا فاجأت حالي. أنا تفاجأت كيف نجحت بالتوجيهي. يعني اللي بسمعونا طلاب التوجيهي اسمعوا، ما تاخدونيش عبرة لكم نهائيا. منيح اللي خلصت امتحانات. خلصتوا، تاخدونيش عبرة لكم. بس أنا آخر شهر بالامتحانات قبل الامتحانات بشهر فتحت الكتب. منيح اللي خلصوا امتحانات طلاب التوجيهي. يعني آخر شهر فتحت الكتاب أنا. أوكي. غير هيك ولا تحكي لي إشي، يعني قضيتها همالة سياحة وسفر. وطيب وبعدين
تفاجأت؟ رب العالمين حكى لي خذ، الحمد لله رب العالمين يعني والله سلكت الأمور يعني فرحتي ما كنتش بعطيها لحدا. يلا ممتاز. لا بس احنا طبعا اكيد نتمنى النجاح لكل الطلاب، ويعني ان شاء الله تعبكم ما بيروح على الفاضي، ومنيح انكم انتم قدمتوا امتحانات ودرستوا قبل ما تسمعوا الشيف بندر ونصائح الشيف بندر لكم. فيعني احنا اليوم عاملين لكم هالكنافه كمان عشان تحلاي لكل الطلاب وعشانكم خلصتوا الامتحان 100%. اعطيني هات ستي. يلا هلا بدنا نرجع كمان ونشوف ايش بدهم وصفات نحضر لهم اياها بالحلقات الجاي. في عنا عم بطلبوا منك البسبوسه. بسبوسه حاضر. بسبوسه يعني مش كثير اختلاف عنها الهريسه، مش كثير مختلفه عن بعض، مش كثير مختلفين من بعض. اوكي. وفي كمان بدنا عيش السرايا، كل حلويات عرفوا من مين يطلبوا حلويات. اوكي. وفي عنا كمان هيا عم تحكي يعطيكم ألف عافية، أنا بموت بالكنافة الناعمة. يعني حاضر. اليوم إحنا عاملينها محيرة والله، عشان ما نزعل لا محبين الناعمة ولا محبين الخشنة. أيوة بعدين المحيرة عشان ناس كثير ما بيعرفوها وهي مش دارجة كثير بالسوق للعلم. المحيرة، المحيرة عبارة مش نص ناعمة ونص خشنة، مش مخلوقة. صدر مقسوم بين بعض. المحيرة ناعمة وخشنة، عجينة ناعمة وعجينة خشنة مخلوطين ببعض. أوكي. يعني شوفوا كيف مخلوطين ببعض. اذا نقرب، نقدر نقرب الشاشه هاي. تم. أوكي. زي هيك عندنا. طب في يعني ام محمد عم بتقول هي قريبه لاي نكهه اكثر؟ للناعمه. للناعمه اكثر. للناعمه اكثر 100%. ممتاز. يعني داخلين ببعض العجينه الناعمه والعجينه الخشنه. اوكي. عشان هيك سموها محيره، هي محيره بين التنتين. في عنا حلا عم بتقول بدنا حلبه. حلبه خليها للشتاء. هاي بالشتاء، هاي مع كاسه شاي مش عارف. لا الحلبه خليها شتويه. ما بيزبط الا حلبه. زي هيك احنا مخلطين نص عجين ناعمه ونص عجين خشنه بالضبط. يعني اذا بدكم تجيبوا كيلو نص ناعمه ونص خشنه ممكن. هيك بيمشي معكم الحال، بتخلطوهم مع بعض. والكيلو بتكفي لصدر بهذا الحجم. بيزيد كمان. بيزيد. اوكي. بيزيد. ممتاز. هلا للكنافه للكنافه المحيره كيف طريقه رش العجين؟ اوكي. يعني عشان تعرفوا 100% وتعرفوا تشتغلوها صح. مش زي الناعمه مندير وبنفرد وكله، لا العجينه هاي بدها تنفرد زي هيك اول إشي عشان نعطيها وجه ناعم. لانه هاي ما بنقدر نبصمها زي هيك لانه فيها خشنه. اوكي. كلها راح تتشلبك ببعض الخشنه. تمام. فاحنا راح نسويها زي هيك، ونراعي طبعا الفروقات والخماله. ومنضلنا شوي شوي وعمهل، بدنا نحاول يعني السماكه تكون بكل الاطراف 100% متساويه 100%. اوكي. في عنا تغريده عم بتقول عملت لنا البين نارين ولا لسه؟ عملتها. عامله البين نارين. عملتها. كل إشي بتلاقوه على الفيسبوك، على اليوتيوب. على اليوتيوب، على قناتنا على اليوتيوب. اوكي. وفي عنا كمان عم بيقولوا لك بدنا بوظه عربيه. والله الصنت العربيه هاي بدك مش بدك اشياء صعبه، هاي عم بصعبوا لك اياها. امركم بس لو ضليت على ام علي احسن. حاضر. حاضر حاضر، انا اللي بسوي لكم. حاضر. زي هيك بنوزع الخماله، وبدي خماله ممتازه وخماله ما تكون لا خميله ولا رفيعه 100%. تمام. بحاجه صراحه انه تكون الكنافه يعني بديش احكي سنتي، اقل من سنتي. اوكي. خم الكنافه. نعم. عشان تطلع معي كنافه زاكي وتطلع طبقه العجين زي طبقه الجبنه. انتوا زي ما بدكم بالنهايه سووها يا عمي زي الواحد عذوقه بحبه 100%. طيب هلا في عندنا كمان سؤال عم بيقولوا لك نفس الخطوات بنعمل اذا جبنا بس ناعمه لحال او بس خشنه لحال؟ زي الخطوات، نفس الخطوات، بس العجين الناعمه اسهل بالفرد، راح تسهل عليكم كثير. اوكي. 100%. لانه العجين الناعمه بس بدها شطاره فرد صراحه. يعني الشاطر اللي بده يعرف يفردها. اوكي. طيب وفي عندنا كمان سيف عم بيقول بنقدر نروح نشتريها جاهزه بالصدر واحنا بس نستويها بالبيت؟ طبعا طبعا. بس عم مين بتحكي انت؟ انا مش حبيبه. انا مش حبيبه. في عندنا كمان عم بطلبوا منك الهريسه الاصليه بالقرفه. حاضر. هريسه اصليه وبقرفه. هاي بطلت أصلية. هاي بطلت أصلية. صارت كذبية. هاي صارت مقلدة. أوكي. حاضرين. أمركم. طيب بس إحنا قبل ما نكمل لهم باقي الخطوات رح نطلع لفاصل رأس الساعة. يلا. من بعد الفاصل نرجع لنكمل معاكم خطوة بخطوة، ما تروحوا لبعيد، خليكم معنا. نيبي.
رجعنا لكم لنكمل معاكم باقي وصفاتنا ولحتى نكمل لكم الكنافة المحيرة. هلا قبل الفاصل بلشنا بالطبقات، بدنا نرجع اكيد نرحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا، بدنا نحكي لكم انه راح عليكم شوية شغلات، بس بدنا نرجع نعيد لكم الكنافة ايش عملنا فيها بالضبط. هلا الكنافة اول اشي حطينا السمنة، خلطنا سمنة حلوب حيواني مع سمنة بلدية، تمام. رشينا رشة صنوبر عليها، واحنا عاملين اليوم كنافة محيرة، يعني هي ناعمة وخشنة مخلوطين ببعض للناس اللي ما بيعرفوا الكنافة المحيرة. فردناهم، هلا مرحلة الجبنة. حلو، بدنا نجبن السدر. يلا هلا الجبنة اللي انا مستعملها جبنة غنم مع شوية بقر. اوكي، يعني خليني احكي 80% غنم و 20% بقر. اوكي، لانه كل الجبنة وكل الطعم بالغنم. هي اللي بتعطينا الدسامة، هي اللي بتعطينا الزكاوي، هي اللي بتعطي الكنافة طعم. وشو اللي بيعطينا مطة؟ البقر. البقر للأسف. اوكي تمام تمام للأسف. هلا البقر هي بتعطيكم مطة بس. أوكي. يعني ما بتعطيكم طعم، يعني ما في طعم بالجبنة البقر. اوكي، عشان هيك احنا بنستعمل جبنة غنم الأكترية. طيب في عنا سهير عم بتقول يعطيك العافية يا شيف، السدر اللي معك بينفع لنطبع عجينة الكولاج أو إذا لا إيش بيزبط لعجينة الكولاج؟ سدر ألمنيوم ستي، لا هذا السدر للكنافة ما بتسوى فيه كولاج. أوكي، هذا سدر كنافة، يعني السدر الألمنيوم اللي زي هذا، هذا للكولاج. كولاج سوي فيه إيش بدك كولاج، لأن الكولاج إحنا دائما نستحكي نحكي انه الكولاج ما بده زي الكنافه توزيع حراره، ما بده عجينته مختلفه تماما عن الكنافه. عجينته زي ما حكينا احنا بالسابق الحلقات انه عجينه الكولاج هي عباره عن سكر وطحين وسميد ومي. عملت لنا كولاج قبل؟ عملت كولاج جبنه وجوز. يا عيني راحت علي هالحلقه، انا بدي ارجع على قناتنا على اليوتيوب واحضرها. اوكي طيب، في عنا محمود عم بحكي هاي الكنافة بدها سدر منسف جنبها. والله بس بهالصيف منسف وكنافة يعني ونومة. عن جد ونومة. عم بفرد الجبنة بالتساوي، والجبنة لازم تكون عندي مفغصة زي هيك، أفغص فيها الجبنة. حلو، طيب وبدنا نرجع كمان نذكر كل الأشخاص اللي عم بيتابعونا بالشريط الذهبي، أي إشي بينقصكم بالمطبخ، أي إشي بدكم إياه للبيت تقدروا إنكم تروحوا وتلاقوه موجود عند الشريط الذهبي. وهلأ الشريط الذهبي كمان عاملين لكم كمان يعني مفاجأة، لأنه دائما عندهم مفاجآت، إذا بتروحوا بتشتروا عندهم بقيمة 25 دينار بتربحوا وجبة لشخصين من عند مطعم جوليوس، وإذا رحتوا عندهم وشريتوا بقيمة 50 دينار بتربحوا لوجبات لخمس أشخاص. فروحوا واستغلوا هذا العرض اللي عندهم، وطبعا عندهم كتير عروض ودائما بضلهم يفاجئونا الشريط الذهبي، وعندهم عن جد إشياء بتجنن. كل إشي بتحتاجوه للبيت وللمطبخ بالأخص بتلاقوا موجود عند الشريط الذهبي. الله نيالكم. دلال نيالكم. اكسبوا اكسبوا روحوا اكسبوها اكسبوها تغدوا روحوا اكسبوها اكسبوها. زي هيك زي ما انتم شايفين وزعت الجبنه بالتساوي. اهم شيء بالتساوي، لانه بزبطش شيء طالع شيء نازل الجبنه، تمام. وكله ببين عندي بعد ما تجهز الكنافه انه في شيء طالع وشيء نازل، لانه هيك تصير الكنافه صح مستويات. لا ببين معك انت ايش ال طبعا معني الجبنه، موضوع الجبنه اسهل شيء بالكنافه صراحه، صح اسهل شيء. هلا بدي احكي شغله لستات البيوت. هلا في كثير او في اغلب الناس ما عندها غاز زي اللي انا عندي، هذا الغاز غاز حجم كبير لكل سدر الكنافه بوسه. بتقدر تسويها بالبيت وكثير سهله صراحه. كيف؟ غاز البيت. اوكي. ولعوا الغاز على عين واحده، ضلكم داوروا على السدر من الداير، لا تقربوا السدر على النص، لأنه النص هو لحاله تلقائي رح ياخذ لون، لما ياخذ الداير لون لحاله رح يستوي. اوكي، ف على عين الكبيره ولا على صغيره ولا اي حجم؟ اي حجم، بس خلي دائما الغاز واطي. اوكي، ما بصير غاز الكنافه يكون عالي، ما بصير، لانه الكنافه بتنحرق وبتلزق وهذا الشيء مش صحيح. اوكي، تنعمل الكنافه على غاز عالي. ف وطوا النار مش على الاخر، لا خليني احكي على الاخر، على الواطي احسن. على الواطي اوطى شيء، شغل مضمون بتضمنوا هذا الشغل، وعلى الداير فقط لا غير. تمام،
كل يعني الكنافة راح تاخذ معكم من 10 دقائق الى ربع ساعة صراحة. لانه الكنافة على الغاز راح تطول اكثر. يعني راح تاخذ لها ربع ساعة الماكس. يعني هيك اسرع مما تسخنها، تجيبها صدر جاهز وتقعد انت تسخنها بالطنجره مع المي. اه طبعا هاي بتعلي القلب، فلا انت جيبها مش مستويه وستويها احسن لك 100%. بس أوكي. قبل ما تفضحوا حالكم مشان الله ايش ضبطوا الكنافه يعني اعملوا تست اختبار لكم بعدين ايش ملوا ايش بدكم بعدين جربوا مش تفضح حالكم قدام الناس لا اسمع، هلا الكنافه لو شو ما كان تتاكل يعني بجميع الاحوال، محروقه مشعوطه مش ناعمه خشنه محيره كلياتها بيمشي كله بيمشي. طيب بدك تحطها قبل ما نطلع فاصل ولا بدك تطلع فاصل ولا ايش؟ نطلع فاصل وبنحطها، بيكون الرز عندنا استوى وبلشنا نقدم. ممتاز يلا هلا بنحطها على النار. اوكي رح نطلع باخر فاصل بحلقتنا لليوم، بعد الفاصل بنرجع لحتى نستعرض لكم سفرتنا الحلوه ولحتى نشوف الكنافه المحيره بالنتيجه النهائيه. خليكم معنا. يعني صراحة ما في أحلى من هيك حلقة، يعني عملنا لكم رز الأوزي، الجاجة هلا بتتيجي على الرزات، وأهم إشي صدر الكنافة اللي قاعدين عم نستوي لكم إياه على الهواء، وهلا بدنا نقلبه ونفرجيكم إياه كمان بنتيجته النهائية. لازم. هلا إحنا أول إشي أول وصفة عملنا لكم إياها هي الأوزي، برضه طلعوا الرز قديه شكله بشهي، ويعني كمان صراحة ريحته هيك ريحة البهارات كمان مفحفحة. شو هذا مدح؟ هذا ما بقدرش على كثرة المدح أنا لا والله يعني صراحة السفرة مستاهلة مدح، بس بدنا نزيد عليه الدجاجة، ضل الدجاجة. الدجاجة جاهزة. الدجاجة جاهزة. ما بكفي. يلا، طبعاً دجاجتنا من العز، استخدمنا الدجاجة الكاملة اللي بعظمها، ما حشناها بس رح نقدمها زي ما هي فوق الرز تبعنا. 100%. هاي عندنا الدجاجة تحمرت وتأمرت. وهلا جاهزة للتقديم. راح نحطها على الرز. هلا حكينا احنا اذا بدكم تحشوا الدجاجة، هاي راح تكسر. اذا بدكم تحشوا الدجاجة لازم الحشوة تكون يعني ثلاث ارباع استوى. اوكي. ثلاث ارباع استوى بتطلع معكم تمام. ممتاز. ولا غلطة. راح نحط الدجاجة على الرزات تبعنا. يا سلام. طبعا احنا قاعدين عم نحمص معاهم شويه لوز كمان لوز وصنوبر ولوز وصنوبر، فامورنا رح تكون ممتازه 100%. طيب الكنافه بس ما تنسى الكنافه. ايه الكنافه ايش مالها؟ مش قادره تتحملي لا بس ما تنساها وتنحرق، يعني هلا قاعدين الكل عم بيستنى يا حبيبي. هاي فضيحه. قلبت الكنافه. هاي فضيحه مش مزحه. هاي فضيحه. لا بس والله يعني صراحة كل التعليقات اللي عم توصلنا على صفحاتنا على الفيسبوك الكل بحكي لك يعطيك ألف عافية، شكلها بجنن، شكلها بشهي، احنا جايين نذوق، اعزمونا، تفضلوا يا جماعة. أهلا وسهلا. وفي عنا كمان ريما عم بتقول كنافة بتشهي، سلم إيديك يا شيف. وفي عنا كمان أم سيف عم بتقول يعطيكم ألف عافية، شكلها بجنن، عم نستنى النتيجة النهائية. واسمى كمان عم تحكي انا بتابعكم من سوريا، الكنافه بتشهي، سلم ايديك يا شيف. صراحه هلا احنا رح نكون يعني شهونا كل المغتربين يا حرام اللي متشهونين على الكنافه. كف اللي عندنا اللي بيحضرونا بالاستديو عندنا عن جد الكل بستنى. شويه صنوبر ولوز مع شويه سمنه بلديه هيك عيني اشي. الله 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 كفني ابن عمي يعني صراحة. لا شكلها بجنن وريحتهم بتشحي.
الله الله. الوصفة الأولى خلص. هلا في ناس كمان ما انضموا لنا من بداية حلقتنا، هاي الكنافة اللي احنا عم نعملها كنافة محيرة، يعني هي عبارة عن خلطة ناعمة وخشنة مع بعض، فإذا أنتوا كنتوا من الناس اللي بتحبوا الناعمة والخشنة خلص اعملوها محيرة عشان تاكلوها زي ما هي 100%. يلا زي ما حكينا نرجع قبل هيك. ايوة غاز النص أوطى إشي كتير واطي، والغاز الداير هو الأعلى شوي، مش عالي أكل السدر أكل أوكي. لا عالي شوي يعني خليني أحكي شمعة. ممتاز. وإمتى بلش نعرف إنه بلشت تستوي خلاص بكفيها؟ هلأ مبدئياً أول 5 دقايق كم تسيبوها أوكي، يعني سيبوها على الآخر حتى من أول يعني 6-7 دقايق اتركوها. تمام. بعد هيك 3 دقايق رح تاخد معكم هي كل الكنافة راس مالها 10 دقايق فقط لا غير. 10 دقايق حلو. بس كيف نعرف انه اذا الكنافه استوت ولا لا؟ بتبلش الجبنه تدوب عنا. اوكي. ببلش داير السدر يفك عنا. بفك وباخذ لون. وطبعا بنكشف عليها بالنص، ما عندنا مشكله نكشف. عادي. بس الكشفه مش من الجنب من هون، مش ارفع ايدي من هون واكشف. اوكي. الكشفه بدها تكون بالنص. تمام. بس ما بتخرب الشكل؟ إذا كشفنا عليها ما بتبين. ما بتبين ستي، لسه بدي يجي عليها فستق حلبي ولسه بدي يجي عليها الدنيا. فللناس اللي ما شافت هذا الداير ما بمسكه نهائيا، يعني مش بفتح هيك الداير وبطول، لا من هون من هون من هون من هون وين بدنا من طول، بس الداير ما بصير ينمسح لأنه إذا كشفنا الكنافة رح يخرب شكلها نهائيا. يعني أنا بعطيكم دروس حقها مصاري عن جد، يعني والله ليالكم كل أسرار الكنافة عنا اليوم بالاستوديو ببهار ونار. حقها يعني مصاري هاي. خلص كل الأمور صارت واضحة، وهلأ الكل بيقدر يعمل الكنافة على أصولها من دون ولا أي غلطة، وحتى لو ما عندكم زي هذا الغاز عادي تقدروا أنكم تعملوها على غاز العادي. بس أكيد يعني إحنا اليوم يعني بما أنه الشيف بندر عنا فلازم يكون في عنا هذا الغاز اللي إحنا جايبينه على الاستوديو، ما في مجال بهذا الحكي. فالأمور ممتازة. طيب إحنا معنا 4 دقايق، بهال4 دقايق رح تكون مستوية. والله أنت ونصيبك. والله إحنا وحظنا. أنت وحظنا. إحنا وحظنا. يعني 4 دقايق. 4 دقايق يا ولدي والله قليل. لا قليل. لا لا بدنا نظبطها، بدنا نطلع ب يعني بصدر كنافه متكتك عشان كل اللي عم بيحضرونا وعندهم ناس توجيهي يحضروا لهم اياها. يعني حضروها اليوم عشان هم خلصوا امبارح امتحانات، وحضروا لهم اياها بس تطلع النتائج كمان اليوم. اليوم تجربه. اليوم بروفا خذوها. اليوم تجربه عشان تضمنوا لما يكون عندكم ناس تبيضوا وجهكم 100%. اوكي، وحكينا انه احنا مستخدمين السدر النحاس، اذا هم ما عندهم سدر النحاس بيقدروا يستخدموا السدر العادي. بزبط طبعا اكيد. أوكي. بزبط تمام. في عندنا كمان خوله عم تحكي يعطيكم الف عافيه. شايف هاي اذا بدنا نعمل بس خشنه نفس الطريقه ونفس الخطوات؟ الخشنه بدها ستي، انا عامل طريقه للخشنه موجوده على قناتنا، على موجوده على قناتنا على اليوتيوب اذا بتحبوا تشوفوها. اوكي، بس لكم معلومه، الخشنه بدها قطر، بدها عفوا سمنه، بدها زياده سمنه، وسمنتها ما بتكون كلها بلديه، يعني حطوا شيء بسيط سمنه بلديه لانه الخشنه بتعشق السمنه. اوكي. واذا شربت كثير سمنه بلديه ما راح تقدروا تاكلوها. فانا بفضل نص او ثلث ارباع، خليني احكي نباتي، وربع بلديه. حلو. زي ما بتحب. طيب في عنا ايمان عم بتقول لازم ننقع السنوبر بالمي قبل ما نستخدمه عشان ما ينحرق. بيصير. ما عندكم مشكله. برضه بيصير. اوكي، وفي ناس كمان يعني رح تحكي لنا انه ليه زدتوا السنوبر؟ احنا حبينا هيك نعزز النكهه، وحب الشيف يدللنا اكثر واكثر، فحط لنا شويه سنوبر. هذا دلال. اذا انتم ما بدكم تحطوا سنوبر بتقدروا انكم انتم تستغنوا عنه. يعني عم نشوف كمان في كثير محلات عم بيزيدوا عليها كثير مكسرات ثانيه، بحطوا كاجو ولوز انا صراحه ما حبيت. هاي كنافه. هاي كنافه. انا مش داخل على محمص. ايوه. بدك تاكل كنافه بمحمص روح اشتري لك وقيه كاجو وفستق. ايوه حط على الكنافه. بس الكنافه الكنافه يعني حتى الفستق والله للامانه انا لما بدي اكل كنافه فستق ما باكل. كنافه عجين سمنه قطر فقط لا غير. هاي اصول الكنافه. صح. ما تزعلوا مني يعني. لا لا هذا الاصل يعني. هذا اصل الكنافه بالضبط. يعني في ناس بتحب تضيف عليها اضافات ثانيه بتحبوها اكثر بتحبوا، يعني هذا برجع لكم. بس احنا اليوم عاملين لكم الكنافه على اصولها 100% ومحيره، حاطين فستق حلبي على الجبنه من فوق عشان تعطينا هيك شويه حلاوه عشان يعني ما نزعلكم يعني. اوكي. بدنا نحط شوي عليها من فوق
طيب وفي عنا كمان سؤال على موضوع القطر، منسقيها وهي هيك ولا منسقيها بعد ما نقلبها؟ هي هيك؟ يعني كيف بدنا ناكلها هيك؟ لا قصدهم هو نحط قطر هلا ولا هلا كيف بدنا نحط قطر على العجين مش على الجبنه؟ صح صح صح. اوكي في عنا كمان حنان بتقول الله يسامحكم انا مش بعمان وما عندي كنافه بس رح احاول اني اروح اجيب الخلطه واحاول اعملها بالبيت. ضروري. شايف شهينا كل المختربين يا ضروري. اوكي وفي عنا كمان ام رعد بتقول انا عندي اليوم عزومه بس ما رح اغامر واروح اعملها من الصفر، رح اجيب السدر وانا رح استويه بالبيت. برضو حلو فكره جميله. برضو حلو حلوه. طيب في عنا كمان عم بسالوك اذا عنا الفرن العربي بيزبط. لا ما بزبط فرن، بدها غاز. الكنافة كثير ناس عملوها على فرن، أنا مش مع فرن. أوكي. العجين بده ياخذ وقته، بده نار، بديش الجبنة تستوي والعجين لسه مش مستوي، الجبنة تدوب كلها وتبطل لها طعم ولا قوام، والعجين لسه من تحت مش مستوي. فالفرن مش للكنافة، الفرن لصينية دجاج، لصينية لحم. لمسخن. لمسخن، مش للكنافة، كنافة بدها معمول. غاز. بدها غاز. الكنافة. 100%. اوكي طيب وفي عنا كمان رنا عم بتقول مبدع يا شيف يعطيك الف عافيه. وفي عنا كمان عم بيقولوا لك هنا جايين ندوق يا شيف. اهلا وسهلا. أهلا وسهلا. احنا مستناكم. اوكي سهلا. انت عم بتخفف اللي عم بتزيد؟ ايه عم بتخفف اللي عم بتزيد. عم بيقولوا لك هي لازم على عين قليله ولا عاليه؟ واطيه 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 عشان ما تنحرق معكم، تطلع مستوية 100%. أوكي زي ما صار عنا هلأ استوت. استوت 100%. بس تعطيها هيك شوية تحميرة صغيرة بالوقت هاد. إيش رح نعمل؟ نجيب القطرات من هون. طيب على سيرة القطر بدنا إياك تحكي لنا شيف كيف بيعملوا القطر. هلأ قطر الكنافة ستي بديش أحكي لكم كاسين مي، كاسين سكر وكاسة مي، هذا حكي ستات بيوت. خليني احكي هذا حكي مغزو. ايش انا ما بحب اجامل، انا بدي احكي الصح. صح لا احنا بدنا الصح. بدكم على القليله على القليله 4 كاسات سكر لكاسه مي على القليله. اوكي 4 كاسات سكر لاربع لكاسه مي. ممتاز عشان يطلع معكم قطر ثقيل، قطر مش طري مي، لانه يعني الكنافه ما بدها قطر مي لانها راح تفرط معكم. صح بده طيب. قطر يكون منيح وخليه يغلي القطر، خليه يغلي، كل ما حسيته شوي تقل زيادة عن اللزوم حطوا له شوية مي. ممتاز بس أمور سهلة. غير طيب. هيك لا رامي عم بيقول لك لازم ننهي، وقتيش عم بيقول لك بدنا نحاول إنه نخفف القطر، فأنت على مين بدك ترد أول إشي؟ كلمة مين بدك تسمع؟ مين اللي حكي خفف قطر؟ قتيش قتيش أول مرة بدي ياكل حلو. أيوة فعشان هيك بحكي إنه بدنا نخفف شوية قطر. أيوة فبس يعني مش عارفه صراحه قتيش يعني اذا بزبط ولا ما بزبط. طلبك صعب. فخلينا مع المخرج. يمكن طلبه شوي اسهل. خلينا مع المخرج. احنا علاقتنا مع المخرج الله يرضى عليك. كل شيء ولا زعلك يا رامي. لا قتيش قتيش بحكي لك بقطع عنك الصوت قتيش. لا يا زلمه بمزح معك انا. طيب الكنافه صارت عندنا جاهزه حمرت وتأمرت. هلا فكيت انا الدايرتها عشان ما تلزق اي شيء بالجبنه. اوكي بالسدر الخطوه. ايوه الاخيره سدر كم تديروا بالكم. ها ديروا بالكم زي هيك وبسم الله. يا عيني يا عيني يا عيني. محروقه ولا لا؟ لا لا شو محروقه يا عيني. عندك ومحروقة. يا عيني مستحيل. عيب هذا الحكي. طلعوا طلعوا الكنافة كيف لونها بجنن 100% ومستوية من كل الجهات ونفس الخمل، ما عندنا جزء أخمل من جزء ومحمصة ومحمصة وشكلها بجنن ومحمصة. هذا عندي قطر هلأ أنا هون. قتيش أنا بقول أنت ما تفصل الصوت، أنت افصل لا لا تفصلش الصوت. الشاشة الصوت الصوت منفصل يا سيدي. يا عيني ايوه محمصه كلها لازم تكون لك خف جهه خفف لهم شويه قطر. والله رح تلزم كمان شويه قطر يعني هاي تحلاي اولى. خلينا نحكي اوكي هاي اول شيء اول تحلاي هاي لسه بدها كمان تحلاي بس ما رح احليها للي بده يحطها صحنه. اوكي ممتاز يعني هيك
يعني احنا هيك بتكون امورنا ممتازه. راح احط لها شويه فستق وانهي وبس. يلا وين خلينا اذا هيك احنا بننهي الحلقه واحنا قاعدين عم نزين لكم الكنافه المحيره. عملنا لكم كمان رز الاوزي وعملنا لكم دجاجه محمره بالفرن بهيك نكهات لطيفه وطلع شكلها كمان ولونها بجنن. احنا هلا وصلنا لنهايه حلقتنا، رح ننهي حلقتنا لليوم بالكنافه مع الشيف بندر. يعطيك الف عافيه. الله يعافي عمرك. ابدعت بالحلقه كالعاده طبعا، ونشكر كل الاشخاص اللي ضلهم تابعينا خلال هالساعه مني ومن الشيف بندر. نتمنى لكم بقيه نهار حلو، بتضلوا بألف خير. إلى اللقاء.